أنا أسعد إنسانة مع الله يا آلاء، أنا أسعد امرأة مع الله. الله حقق لي كل أمنياتي، الله عطاني كل شي بتمنى. إني تجردت من حولي وقوتي ولجأت إلى حولك وقوتك، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي. اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك أواها منيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اليوم أخواتي الحبيبات، هذا الفيديو قصة بإذن الله لكل من بدأت ولكل من تريد بإذن الله أن يثبتها الله على سورة البقرة وعلى القرب منه سبحانه وتعالى. هذه القصة عشت أحداثها أخواتي، يعني أنا كنت مع هذه الأخت بأوجاعها، وسبحان الله نزلت رؤياها التي رأتها من سنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى الرؤية يعني ما أتذكر تفاصيل الرؤية، لكن إنه رأت إن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة جايين يزوروا بيتها. السبب طبعا إجا سبب الزيارة إيه؟ إنه هي تقوم الليل بسورة البقرة، إنه في ناس تقوم الليل بسورة البقرة في هذا البيت، في ناس قوامين الليل في هذا البيت. فالرسول صلى الله عليه وسلم اختار هذا البيت من كل البيوت، يعني في المنام أحد عم يسأل، يمكن يعني أخوها كان عم يسأل إنه ليش زرت هذا البيت بالذات، فقال له هذا بيت يقيم الليل. وطلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام أن يدعي لها أنه يرزقها الزوج الصالح، وهي تأخر عليها الزواج، وقالت لي آلاء سنة بفضل الله هذه السنة كلها وأنا من وقت ما تركت قيام الليل بسورة البقرة وسورة ياسين، لم أتركها أبدا، وعلى كل ما كنت معنا من نصائح وتصبير على طاعة الله وقرب من الله وصلاة الضحى وقيام الليل والختمة والصدقة، وأنا صرت زيد أكثر. وهي هذه الأخت كانت تعاني من مرض مزمن ومس عاشق وسحر وعين، كل أنواع الأمراض ممكن تشوفيها بهذا الجسد، أوجاع، حرب نفسية من أهلها دائما، من والدتها إنه هي ما تزوجت الآن، كانت ترفض أي عريس يجيها، هي ما كانت تتقبل الزواج، وكان عندها مرض مزمن يمنعها من الزواج غير المس اللي كان فيها، وكانت مستمرة على قيام الليل بسورة البقرة، وكانت دائما مستمرة على الصدقة الخفية. هذه آلاء قليل للأخوات لا يقنطوا من رحمة الله، الصدقة، الصدقة في ظهر الغيب، الصدقة للناس في ظهر الغيب. يعني كنت أتصدق عن نفسي وعن عن عن الناس، يعني عن اللي بحبهم في الله، عن الأخوات، عن فلانة، عن فلانة، أتصدق عنها، وإنه الصدقة إلها إنه الله يفرج عني. كنت صوم كتير طول هالسنة اللي اشتد فيها العذاب أكثر وأكثر، والحرب من الناس ومن أهلها، والظلم اشتد، وهي أهلي كنت حاسة بالراحة،
من جوا قلبي أقعد مع قرآني وصلاتي وذكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دموعي ما تجف من عيني إلا أن أذكر الله، ما نام إلا أن أذكر الله. كل يوم أجلس من قيام الليل إلى صلاة الفجر، يعني تجلس في الثلث الأخير من الليل تصلي سورة البقرة وسورة ياسين، ثم تصلي الفجر، تجتهد تجتهد بالذكر إلى صلاة الضحى، تصلي الضحى وتنام. وآتي سبحان الله يا آلاء، إجا رمضان، رمضان الماضي، ومثل ما قلتينا كتبت أمنياتي كلها على ورقة، إنه ربي يشفيني من المرض المزمن، إنه ربي يكرمني بالزوج اللي بتمناه، إنه يشفيني من المس، إنه يشفيني من السحر. كتبت أمنيات كثيرة، وطبعا كان قبل ما يجي رمضان كان في عريس متقدم لها، هي حبته وهو حبها، لكن أهلها رافضينه وأهله رافضينها، يعني الاثنين مو متفقين، كل واحد عم يحكي على الثاني. قالت لي يعني ما بعرف شو صار، يعني شوفي شوفي اللي اشتد الكرب أكثر وأكثر. قالت لي يعني الشخص اللي أنا حبيته من بين كل هالعرسان كنت أرفضهم وأهلي حابوني ليش رفضتهم، هذا الشخص ارتحت له رفضوا أهلي، ومو بس هيك وأهله رفضوني وصاروا يحكوا علي كلام كبير ويسيئوا إلي بالكلام وعلى سمعتي من كل شيء، لا وظيفة لا زواج، أهل خصام طول الوقت، مشاكل، ظلم، إزاء، وأنا ثابتة على ذكر الله بفضل الله، وجاهد أكثر وأكثر بالتقرب إلى الله، أعمل كل شيء، وكانت تجيني بشائر تثبيتية من الله سبحانه وتعالى، كنت دائما برؤياي أشعر بقربي من الله، أنا في سورة البقرة أشعر بقربي من الله، أنا أقرأ القرآن أشعر بقربي من الله، أنا أذكر الله أنا أشعر بالراحة، صح حوالي كله عم يحاول يأذيني، صح الظلم اشتد علي، لكن أنا جوا قلبي أشعر بقرب الله مني، ما لي خايفة من أحد ولا لي حزناني من أحد. كانت تجيني رؤى أنه الله حيستجيب دعائك، أنه الله حيحقق لك أحلامك. وقالت لي إجا رمضان علينا وكتبت أمنياتي كلها اللي قلتينا مثل ما قلتينا أنه الله حيحقق لك إياها. وأول رمضان أنا كنت كتير تعبانة ومريضة، وبعد أسبوعات لي كنت بأوجاع وعبدوبي عم صلي بشوف منامي، بشوفك جاي لعندي بالمنام عم تقولي لي يا بهية قومي قومي شدي حيلك قومي قومي على طاعة الله. بعد أسبوع من رمضان الله حيحقق لك أمنياتك كلها. قالت لي قمت من نومي وأنا خلاص كأنه الله رسل لي رسالة إلي، لا توقفي لا توقفي عن ذكر الله، فرج الله قريب، لا توقفي عن قراءة القرآن، لا توقفي عن الدعاء، لا توقفي عن القرب من الله. نحن أخواتي منقول على قيام الليل وسورة البقرة في قيام الليل كاملة، تقرئيها بتنور قلبك، والله يا أخوات تعيشين القرب من الله، تعيشين حلاوة الإيمان، بتحسي براحة تثبيتية بالقلب مع الله، بتحسي بقرب الله إلك رغم وجعك ورغم ألمك ورغم الظلم اللي بتعيشيه، رغم الظاهر أمام الناس كله لا يمكن يحتمل، لكن الله عم يطبطب على قلبك ويثبت فؤادك. والله مهما حصل معك خليكي مع الله، خليكي مع القرآن حبل الله المتين، خليكي بالصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقالت لي كنت صوم كتير، قبل ما نتكلم على اللي حصل معها برمضان كانت صوم كتير، وعلى دائما عند الإفطار تدعي الله عز وجل. وبعد ما رأت الرؤية إنه حيتحقق لكل شيء إن شاء الله بعد رمضان كل أمنياتها، سبحان الله اجتهدت بالعبادة، الله أعطاني أول العبادة ما شفتها بحياتي،
الله عطاني ما أترك قيام الليل إلا قيام الليل إلا القرآن إلا ختم القرآن إلا الصدقة الخفية إلا صدقة السر إلا الدعاء للأخوات في ظهر الغيب إلا دعاء يعني دعاء المؤمن لأخيه المؤمن في ظهر الغيب إلا كل باب من أبواب العبادات ما تركته، من أبواب الخير ما تركته. والله الآلام تزيد علي والمس كان آزيني أكثر وأكثر، وكان يعني آتي درجة يخرج من بطني دم، يعني من معتي الله يكرمكم يخرج الدم من كتر يعني ما يلعب فيها العارض يآزيها حتى يلهيها عن ذكر الله، حتى يلهيها عن إنها تقرأ، يعني يلهيها بنفسها بوجعها يجننها. وسبحان الله رسلتي مرة فيديو يعني هي بهالوضع كيف عم يدايها العارض، والله ما استطعت، يعني دموعي يعني يومين ما عرفت نام من قهري عليها. وبعدين يا حرام هي شافت هالشي فمسحت الفيديو مخافت يعني انه انا اتأثر. جد والله يعني الله يا رب يشفي كل مسحور، يشفي كل يا رب يا رب اشفي شفاء لا يغادر سقما، يا رب اشفي كل مسحور يا رب العالمين، ارفع السحر عن كل مسحور يا رب، يا رب ارفع السحر عن كل مسحور، ابطل السحر عن كل مسحور، واخرج المس من كل ممسوس يا رب العالمين، اخرج المس الشيطاني منه يا رب العالمين، قوتك وقدرتك يا الله، لا يعجزك شيء في الارض ولا في السماء، اللهم امين يا رب العالمين. والله يا أخواتي دعيت لها، أنا شفت المنظر ادعي لها. سبحان الله أنا دائما أدلكم أنا يعني أعشق الدعاء في ظهر الغيب، إلكم دائما بدعي لك كل المسلمين فضل الله في ظهر الغيب، أنا بحس هو الفرج، بحس الفرج دائما يأتي من أنك تقضي حاجات الناس وأنك تمشي بحاجات الناس وأنك تدعي للناس في ظهر الغيب. الله بيرفع قدرك وبيزيدك أكثر رفعة وأكثر نعيم وأكثر عز، كل ما تمشي في حاجة الناس الله بيمشي بحاجتك، بيقضي لك حاجتك، أما يقضي حاجة هذا الشخص عندما تقضي تمشي في قضاء الحوائج، عندما تزيدين من الصدقة، عندما تدعين لأختك المسلمة في ظهر الغيب، الله بيزيدك من نعيمه، بيزيدك من الرضا، بيزيدك من ما تتخيل الزيادة اللي بتحصل لك. قالت لي يا لا على نهاية رمضان وبآخر يوم قالت لي إجاني العذر على قبل يعني 29، وقالت لي جلست أبكي أبكي إنه خلص راحت علي يعني ليت القدر، وحسيت إنه لا أنا بقدر أدعي، أنا بقدر أستغفر، أنا بقدر أقرأ قرآن، أنا بقدر أعمل كل شيء إلا الصلاة والصيام. زدت أكثر أكثر وأكثر ودموعي تنزل، تنزل دموعي وأرى رؤى عجيبة تثبيتية إنه الله حيستجيب دعائي، خليكي مستمرة لا تخافي ولا تحزني. وقالت لي سبحان الله بليلة العيد أرى رؤية في المنام إنه الله استجاب دعائك، صوت يقول لها إنه الله استجاب دعائك لا تخافي ولا تحزني. وبعد قالت لي يا الله، قالت لي شو كان عيد حلو بهالبشارة، أجمل عيد فتحت عيني عليه وقت شفت هالرؤية والسالة اللي اجتني إنه الله سبحانه وتعالى استجاب دعائي، كانت أجمل بشارة بحياتي وبدأ الخير ينزل علي. وسبحان الله قالت لي فتحت اليوتيوب دخلت هيك ما بعرف كيف الله هيك يريد أمر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئة الله فوق كل شيء، رحمة الله لا ممسك لها، لا ممسك لرحمة الله. قالت لي دخلت على اليوتيوب وما لقيت بين تعليقها تعليق إلا وحدة كاتبة عندها نفس المرض اللي عندي، كاتبة تعليق عن مرض نفس المرض اللي كان مانعني عن الزواج، مرض مزمن مانعني من الزواج، وحاطة إنه هي تعالجت عند هذا الدكتور وحاطة رقم الدكتور. واتصلت على هالدكتور قال له فينك، إلا أخذت الموعد وجيت لعنده عمل لي الفحوصات 5 دقائق، والله 5 دقائق، حط لكم مقطع صوتي لهذه الأخت رسالتها، 5 دقائق بفضل الله إن شفيت من مرض مزمن ب5 دقائق. سبحان الله 5 دقائق، 5 دقائق مرض حياة عمر كله هي فيه، 5 دقائق شفيت من هالمرض بفضل الله. وبدأت البشائر، والشخص اللي كانت هي تقدم لها
قبل وحبته وحبها هو ببلد وهي ببلد، وكانت وراءه ما عم تتيسر حتى يجي للبلد اللي هي فيه. وكان قالي سبحان الله طول هالوقت وانا عم ادعي له ادعي له ادعي له، الله سبحانه وتعالى كيف سهل امره وتسهلت اوراقه واجا. واهلها رضيوا عنه، واهله كمان بيجوا وقتها يجوا خطبوها تقولي طول الوقت والدته عم تبوس فيني، قاعدة عم تقبلني حبيبتي سامحيني والله حقك علي. يا الله كل هالخير بيجي بتقدم لها الشخص اللي هي بتتمنى انه هو يخطبها وانه تتزوجه. سبحان الله، قالت لي انا اسعد امرأة في العالم، انا اسعد انسانة في العالم آلاء مع الله، انا اسعد انسانة مع الله يا آلاء، انا اسعد امرأة مع الله، الله حقق لي كل امنياتي، الله عطاني كل شيء بتمناه، صبرت بذكر الله بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بالتوحيد بالقرآن بذكر الله بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بسورة ياسين في قيام الليل بكثرة الصلاة على الرسول بسورة البقرة بفضل من الله سبحانه وتعالى. هذه سورة البقرة نور نور وبركة في الحياة، سعادة وهداية وقوة في طاعة الله وقوة في ذكر الله وحب وخشوع وحضور في القلب وصبر وثبات. أهل سورة البقرة أخواتي خاصين، أهل سورة البقرة صابرين ثابتين، مهما حصل لهم بتلاقي أوايا، بتلاقي قوة إيمان، قوة يقين بالله، قوة صدق مع الله، قوة إخلاص لله عز وجل. فبتلاقي الله عم يفتح عليهم من حيث لا يحتسبون، من حيث لا يحتسبون، يرفعهم ويكرمهم ويجبرهم ويستجيب دعاهم، وبيكون معهم وقت الشد ووقت المحن ووقت البلاءات ووقت الزعل وقت كل شيء. بتقولي هدول كيف واقفين على حيلهم؟ هي كيف واقفة على حيلها؟ هي كيف قادرة تتحمل كل هذا الأمور؟ هذه كيف كيف؟ وبتلاقي الله عم يرفع قدرهم ويرفع حياتهم كلها بركة. هي البركة، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل. قالت لي أنا أسعد امرأة الآن، فضل الله تمت خطبتي على هذا الشخص، وأنا الآن أحضر لزواجي، وأنا الآن بخير بفضل من الله سبحانه وتعالى. والعقبى لكن أخواتي، أنتن أهل سورة البقرة ما شاء الله عليكم، الثابتات رغم كل شيء، رغم الظروف، رغم ضغوطات الحياة، وأنتم ثابتين. فأبشروا واثبتوا يا أهل سورة البقرة. الله يجعلنا جميعا يا رب من أهل سورة البقرة ومن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعل لنا سورة البقرة والقرآن شفيعا لنا يوم القيامة وقائدنا إلى جنات النعيم، ويكون لنا سبب لدخولنا الجنة بغير حساب يا رب العالمين. وكل من يقول آمين وكل من يؤمن على دعائي يا رب العالمين، ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وكل من نحب والمسلمين جميعا يا رب العالمين. ويا رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. ودمتم أخواتي في رعاية الله وحفظه، لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع من تحبون، عسى الله أن يجعل لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقكم من حيث لا تحتسبون، ويعطيكم حتى يرضيكم، ويجبركم جبرا تعجب له أهل السماوات والأرض يا رب العالمين. أحبكم في الله أخواتي، وأتمنى لكم الخير دائما، لا تنسوني من دعائكم وأنتم دائما في دعائي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.